التواصل مستمر والانطلاقات تتواصل في أرضية ميدان دستور في المرموم بمنطقة لسيلي في هذا الصباح ضمن فعاليات مكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان. في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع في أول أسبوعها في شهر 8 بسن الفطامين تتواصل الانطلاقات. الشوط السابع للبكار الفطامين تتقدمهن وتسيطر من جانب اليمين اللي غيرت. يا سلام، هذه نواميس، هذه نواميس سليم بن سالم بن علي الدرعي يقدم نواميس على المركز الأول. نجد اهتاتي في المركز الثاني، محمد بن سلطان بن شاهين العواني على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وهذه تصريح تاتي في المركز الثالث، أحمد بن عبد الله بن حميد الخاطري على ثالث المراكز. المركز الرابع عندك يا بن غليطة، يا سلام، السالمية لحسن بن عبد الله بن غليطة، حسن بن عبد الله بن غليطة يا سلام على المركز الرابع. يا هذه النتيجة، ولكن العودة على المركز الأول. الله، شوف اللي رقصت، شوف اللي رقصت، شوف 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 اللي نهايتها قوية. يا سلام، وأداها جميل، تصريح تصريح حميد بن عبد الله بن حميد الخاطري. راح الخاطري، راح بالمركز الأول، قدم تصريح، خلاص خلاص خلاص، لا تحركها، لا تقول لها شيء. يا سلام يا سلام يا سلام، تنفرد بالمركز الأول وتندفع بين المركز الثاني. المسك لفالح حسين بن فالح الشامسي، ولكن خلاص، تصريح تصريح على المركز الأول، تصريح راحت بالناموس، سلمت على أهالي رأس الخيمة كذلك هناك في السوان بهذا الاندفاع. يا سلام، السلام الثالث لأهالي رأس الخيمة، ولكن هنا مالكها، انهني، يستاهل حميد بن عبد الله بن حميد الخاطري، مالك تصريح بهذا الفوز وانفراد بالمركز الأول. بينما المركز الثاني المسك لفالح فالح بن سيف بن فالح الشامسي، والمركز الثالث هذه اللي هي عوايد لبدر بن علي بن خميس العويسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، دقيقتين وثمان ثواني توقيت هذا الشوط.